ديالي ان شاء الله هو الفيلم السينمائي مسعود وسعيدة وسعدان اللي غادي يخرج ان شاء الله يوم 30 في هذا الشهر في القاعات السينمائيه، واللي غيكون العرض ديالو ما قبل الاول يوم الخامس ان شاء الله. مرحبا بكم. فيلم الروح هذاك راه ما عرفتش شنو غادي نقول لك عليه، مازال ما خرجش الوجود، ولكن اسباب بزاف من بينها ان الفنان سعد المجرد كنتسناو ان شاء الله يرجع للمغرب، باش ان داك الفيلم ديال الروح بالضبط هو حنا كنا درناه، ماشي درناه مع منتجين ولا شي حاجه، حنا جمعنا اصدقاء وصورنا داك الفيلم من المال ديالنا الخاص. يعني هاد الناس اللي كان جاوا شاركوا معنا خصهم يكونوا كلهم حاضرين معنا، انا غادي نعرضوا الفيلم، ما جاتش عندنا واحد السيد فينا كاين في واحد المحنه وحنا غادي نخرجوا الفيلم لا به. الدور ديال سعد المجرد في الفيلم بين الادوار الاساسيه اللي حنا نهار صورنا معاه، انا شخصيا اندهشت بالاداء ديالو لان عنده واحد الاداء بواحد الطريقه مجهده تبارك الله ما شاء الله عليه، وكنتمناو ليه التوفيق والله يطلق سراحه على خير. انا في الحقيقه ما عمرني ندمت على حتى شي دور، اي دور لعبتو كنحبو وكنحماق عليه، ما عنديش ادوار اللي كنحشم منها لانني ما درتش ادوار مخله للحياة ولا اللي قللت فيها من الاحترام ديال الجمهور ديالي، دونك الادوار ديالي كلها كنحبها. اولا كنحترم راسي، كنحترم الجمهور ديالي، كنحترم راسي ملي يكون عندي واحد لاج ملي غادي نكبر، كنحترم وليداتي اللي غيتفرجوا فيا ان شاء الله، كنحترم بزاف الحوايج اللي ما تخلينيش انني ندير مشاهد اللي نقدر ندم عليها من بعد، كنحترم الدين ديالي، كنحترم بزاف الحوايج. ما نقدرش نحكم على ناس اخرين علاش كيقبلوا دوك الادوار، كل واحد والاقتناعات ديالو، كل واحد كيفاش كيشوف الفن. كاين اللي كيقول لك لا انا فنان من حقي ندير اي حاجه، فهمتي؟ كاين اللي كيقول لك لا انت ماشي فنان منك. دابا انا هاد الهضره اللي كنقول لك دابا يقدر فنان اخر يقول هذه ماشي فنانه كتقول هذه الهضره، لان الفنان كيقبل اي دور كيتعرض عليه، كل واحد والاقتناعات ديالو، كل واحد والتربيه ديالو، يعني ما نقدرش نجاوبك هذا السؤال هذا. لا تعليق، لان ما عرفتش شنو غادي نقول لك، اللي بغى يجي المهرجان وما معروضش مرحبا به، اللي ما جاش انا متاسفه عليه. ومع ان ما نقولوا كاين الدخلاء كاينين في جميع الميادين ماشي غير في الميدان الفني، ولكن راه واخا يجيو زعما ولا ما يجيوش راه ما كيبدلوا حتى شي حاجه، واللي بغى يجي مرحبا به، حنا ماشي ضد. مرحبا بهم حتى هما، حتى حنا غادي نبداو نغنيو، دابا حنا الممثلين حتى حنا غادي نبداو نغنيو، مرحبا بهم والله بصح معاك. راسك كيف راسك، اغلبيه الممثلين عندهم صوت رائع، بينهم داداس سعيد باين لي الان تيحضر واحد المفاجاه انا سمعتها وحمقاتني وعجبتني، كاين مغنيين ممثلين بزاف كيغنيو حتى حنا غادي نغنيو وما يمثلوا ماشي مشكل ان شاء الله. انا ماشي ضد، عرفتي علاش؟ لان الفنان يمكن انا ماشي ضد ممثلي غني ولا مغني يمثل، انا ماشي ضد ولا ممثلي ولا مخرج، فنان كيتسمى فنان، يرسم يكتب يدير اي حاجه اللي استطاعها، واي حاجه راه في الاخر الجمهور اللي كيحكم. مثلت مزيان صراحة، باش تمشي تسكت، مثلت مزيان، التمثيل ديالها مزيان، المغني راه تيعرفو يمثلو، فاتين هلال بيك تاهي كنت شفتها مثلت مزيان، سلمى رشيد ما شفتش شنو كيفاش مثلت، الله يوفقهم تاهما ماشي مشكل، مرحبا بهم. انا ما تنتش ولكن ان شاء الله ماشي مشكل، ما عندي انا ما عنديش مشكل نتكلم مع اي واحد، ما عنديش مشكل. كنتمنى لكم التوفيق يا ربي والله يسهل عليكم، وشكرا بزاف على المواكبه ديالكم للفنانه، ولا يعني نتوما ما الوصل بينا وبين الحباب ديالنا. ايوا الله يخطيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.